بكره ان شاء الله مباراه جديده لمنتخبنا الوطني. بالفعل صعدنا للمرحله الفاصله البلاي اوف ان شاء الله اللي هتتلعب في شهر مارس القادم، ولكن محتاجين ان احنا نحقق الفوز ونطور من اداء المنتخب علشان كمان التصنيف بالنسبه للمستقبل. كمان ايضا الجمهور يجب ان يثق في اداء المنتخب خلال الفتره القادمه، لان زي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله في شهر مارس القادم مباراه البلاي اوف هي مباراه واحده رايح جاي، اللي هيكسب يصعد او يصل الى كاس العالم قطر 22، وبالتالي بكره او بدايه من بكره يستطيع كارلوس كيروش ان هو يستقر على التوليفه اللي بيدور عليها، ده على حسب الحقيقه تصريحاته. طيب الاخبار اللي جايه لنا من معسكر المنتخب ان بيقول قد يكون هناك بنسبه كبيره تغييرات في التشكيل وطريقه اللعب. يعني مثلا كيروش بيفكر ان هو يدفع بمحمد مجدي قفشه بدلا من نجم نادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح كجناح ايمن، وكمان ممكن يجرب يلعب باحمد ياسر ريان في الهجوم. يعني بكره ان شاء الله ممكن نشوف محمد مجدي قفشه في الملعب، وممكن ايضا نشوف احمد ياسر ريان.